بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مستقبل وطن. مستقبل وطن في هذه الحلقة يسلط الضوء على حادثة اغتيال المحافظ والمعالجات العملية للوضع الأمني سواء في محافظة عدن أو في المناطق المحررة. هذا الموضوع يعاد ويتكرر معنا من أجل إرساء دعائم الأمن وكذلك تمكين المقاومة في المحافظات التي تم تحريرها. لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي شفيع العبد، ناشط سياسي ونائب رئيس صحيفة مجلس إدارة 14 أكتوبر وعضو مؤتمر الرياض. مرحبا بك أستاذ شفيع. مرحبا أخ مختار، ومرحبا بمشاهدي ومتابعي قناة سهيل. سعيدين أن تكون معنا اليوم هنا في الاستوديو، وأنا أسعد بهذه الاستضافة. حياك الله. طيب قبل ما نبدأ حوارنا سيد شفيع، سنتابع وإياك والمشاهد هذا التقرير الذي يضعنا في صورة المشهد. استنكار محلي ودولي وتداعيات ما تزال تتوالى منذ اغتيال التفجير الغادر محافظ عدن يوم أمس. اغتيال محافظ عدن خطوة أراد بها منفذوها قلب الأمور لإنقاذ الانقلاب، وإذا كان مهما العمل على إفشال هكذا مخطط فإن الأهم أن تجعل الحكومة الشرعية من خطوات ما بعد الحادثة منطلقا لمستقبل لا يشبه ما قبلها، وهو ما يعني الخروج من دائرة الاستنكار والتنديد إلى فضاء عمل جاد يحقق الأمن للمواطن ويزيح عن الوطن شبح الخوف. عمل ينطلق ابتداء في محورين اثنين، محور عسكري وآخر أمني. محور عسكري يتم من خلاله استكمال تحرير الأراضي الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين لإفقادهم الأرضية الجغرافية التي ينطلقون منها في حربهم ضد الشعب، والأرضية السياسية التي يحاولون اكتسابها بالحديث عن الحوارات، وهو ما سيعني تلاشي أسباب بقاء الانقلاب كقوة قادرة على مد جماعات العنف لتنفيذ أعمالها على امتداد الوطن. وإذا كان العمل على المحور العسكري أمر مهم فإن العمل على المحور الأمني لا يقل أهمية، خصوصا في المناطق التي باتت تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهي المناطق التي سيحاول الانقلابيون تنفيذ عمليات التفجير والاغتيالات فيها في محاولة لزعزعة ثقة المواطن بالحكومة الشرعية، وهو ما يستدعي استكمال تهيئة وتدريب القوى الأمنية خصوصا القوات القادمة من حاضنة المقاومة والتي يفترض أن يستكمل دمجها بقوى الأمن والجيش الوطني. هي إذن محاولة جديدة للخبطة الأوراق عبر اغتيال محافظ عدن، وما ينتظره المواطن من حكومته الشرعية يتلخص في أن تسبق الإرهاب بخطوة على الأقل، وهي خطوة تنقل الحكومة من مربع علاج ما بعد الكارثة إلى الوقاية التي تمنع الوقوع. وذلك ما يفسر التساؤل الملح بعد الحادثة، متى تنتقل الحكومة من صفوف الانفعال إلى مقدمة الفاعلية؟ الفاعلية هي المنتظرة أيضا من الحكومة. أشكر الزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأعود وأجدد الترحيب بالصحفي شفيع العبد، الناشط السياسي وعضو مؤتمر الرياض. مرحبا بك سيد شفيع. الضربة التي وجهت للحكومة الشرعية من خلال اغتيال محافظ محافظة عدن وقائد كبير في المقاومة الشعبية الجنوبية، وهذه الضربة هل كانت متوقعة في ضوء الوضع الأمني الذي كان يسود المحافظة وبعض المحافظات الأخرى المحررة؟ بداية أعزي كل أبناء محافظة عدن وكل أبناء الشعب اليمني في استشهاد اللواء جعفر محمد سعد محافظ محافظة عدن في حادث إجرامي أودى به بحياته وبحياة مرافقيه. المحافظ لم أرى قط الناس تبكي مسؤول كما بكت الشهيد جعفر رحمة الله عليه وعلى مرافقيه وعلى كل الضحايا في مختلف أرجاء اليمن. الحالة الأمنية في المناطق المحررة وتحديدا عدن لم تكن بالشكل الجيد، لم تتفاعل معها الشرعية، حكومة الشرعية، الرئيس هادي ونائبه بحاح وأفراد الحكومة، أيضا قوات التحالف لم تتعامل معها بالشكل الإيجابي الذي يعطي الانطباع بأن هناك جدية لتقديم نموذج حقيقي ونموذج يستطيع الناس أن يستشعروا من خلاله بأن هناك نية لإيجاد حضور فاعل للدولة. 5 شهور مضت منذ تحرير مدينة عدن من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح،
لم تحضر الدولة بحدها الأدنى في عملية إحداث حالة من الاستقرار الأمني في المدينة. العمليات الإرهابية متوقعة في أي وقت معين، ليست من التنظيمات الإرهابية تحديدا داعش والقاعدة، ولكن أيضا من قوى أخرى لها ارتباطاتها الوثيقة بالمخلوع والميليشيات، بحيث أنها لا تؤدي إلى خلق حالة من الاستقرار الأمني داخل هذه المناطق. من كان يفترض أن تبدأ السلطة، تبدأ الشرعية بالعمل على بناء الأجهزة الأمنية داخل هذه المحافظات من خلال استيعاب أفراد المقاومة الشعبية في هذه الأجهزة، مع أيضا كل القيادات الأمنية والقواعد الأمنية التي لم تتورط مع ميليشيات الحوثي والمخلوع في الفترات السابقة. من خلالها نستطيع أن نوجد أجهزة أمنية فاعلة تقوم بدورها في حماية هذه المناطق. لكن الذي تم في التفجير الذي استهدف مقر الحكومة ومقر أيضا وجود القوات الإماراتية ألم يكن كافيا للشروع الحقيقي في النقاط التي أشرت إليها؟ الحادثة التي استهدفت مقر الحكومة في فندق القصر بعدن، وأيضا استهداف مقر قوات التحالف في منطقة البريقة، كانت بمثابة جرس إنذار سريع ومبكر لكي تقوم الحكومة بمهامها في خلق حالة أمنية داخل هذه المدينة. لكن كل ما حدث أن الحكومة أخذت حقائبها وعادت أدراجها إلى فنادق الرياض، لم تقوم بالمهمة الأساسية المنوطة بها. يعني عندما تهرب الحكومة بمجرد تفجير أو اثنين وتترك الناس يواجهوا مصيرهم، هذا يعطي رسائل إيجابية لمن؟ للقوى الإرهابية لكي تمارس مزيدا من الضربات الموجودة داخل المدينة. بقى رئيس الجمهورية الآن في عدن، ويعني وجوده أثناء هذا الحادث، يعني الحكومة هربت في المرحلة الماضية كما أشرت، لكن اليوم رئيس الجمهورية موجود، هذا سيؤثر وسيساعد في استقرار الأمن بناء على بعض الترتيبات؟ الحادثة ليست حادثة اغتيال المحافظ فقط، سبقتها حادثة اغتيال رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي محسن علوان وغيرها من الكوادر الأمنية والعسكرية داخل المدينة. حوادث الاغتيالات لم تتوقف. الرئيس أعلى سلطة تنفيذية موجود داخل محافظة عدن، أيضا عدد كبير من الوزراء. إذا موجود وزير الداخلية، لابد من إحداث تغييرات حقيقية، لابد أن الناس يلمسوا شيء على أرض الواقع بأن هناك حرص مسؤول على حياتهم. نترك المحافظة بهذا الشكل، يعني نبعث رسائل سلبية لكل المناطق التي تم تحريرها. الحرب لابد أن نفهم حقيقة واحدة، إن الحرب لم تتوقف، ما توقف في هذه المناطق هي العمليات العسكرية. الحرب بأثارها المادية والمعنوية ما زالت قائمة، تداعياتها الأمنية والاقتصادية والسياسية ما زالت قائمة. هذه كلها تحديات أمام الحكومة، لابد أنها تشرع فعليا ليس بالتصريحات. بيان الحكومة أمس كان هزيل جدا عندما تقول فيه أن المحافظ لم يكن ذاهبا إلى المعركة، وإنما كان ذاهبا إلى أداء مهامه المعتادة. طيب إذا كان ذاهبا إلى المعركة، فمعنى هذا أنكم اقتلوه عادي؟ هكذا الذي يفهم من بيان الحكومة. لابد الآن في هذه المرحلة من الانطلاق نحو إيجاد قاعدة أمنية حقيقية تحافظ على حياة الناس وتحافظ على المؤسسات الأمنية والعسكرية والمصالح العامة والخاصة للناس داخل عدن وغيرها من المناطق المحررة. يعني الآن بعد هذا الحادث الذي حدث، رئيس الجمهورية اتخذ مجموعة حتى الآن من القرارات، تغيير المحافظ أو يعني بديل للمحافظ الذي استشهد في هذه الحادثة، وكذلك للسلطة للشرطة الأمنية في عدن، بالإضافة إلى بعض الترتيبات. اسمح لي هنا أنقل هذا السؤال إلى ضيفي عبر الهاتف من عدن، أحد القيادات المحافظات، أحد القيادات الجنوبية أو في المقاومة الجنوبية، نبيل الصانع. مرحبا بك سيد نبيل. أهلا وسهلا، سلام ورحمة، حفظكم الله، تحية لك ولكل المقاومين الأبطال والرجال الوطنيين في كل مكان. سيد نبيل، نتحدث اليوم عن حادثة اغتيال المحافظ والمعالجات العملية للوضع الأمني، وضيفي هنا في الاستوديو الصحفي شفيع العبد، ووصلنا في الحديث إلى الإجراءات التي اتخذتها أو يتخذها الآن الرئيس في إطار استتباب أو محاولة تطبيع الوضع وترتيب الأمن داخل المحافظة أو مدينة عدن على الأقل. كانت هناك جملة من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، هل لك تعليق حولها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أخي الكريم، اسمح لي أن أحيي ضيفك الفاضل وكل متابعي قناة شهير المتميزة. أهلا وسهلا فيك. التعليق على الموضوع الذي استهدف المحافظ محافظ عدن الأخ جعفر محمد سعد
بداية دعني أنقل خالص التعازي والمواساة لجميع أبناء عدن الشرفاء ولمقاومتها الباسلة وجميع أبناء الوطن بهذا المصاب الكبير. نسأل الله أن يتقبل شهيدنا الكبير بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والاحتساب. فقد قضى في الطريق الذي اختاره طريق العزة والكرامة. أما يا أخي في بالنسبة للموضوع فاسمح لي أقول لك أنه أولا هذا العمل عمل غادر وإجرامي وجبان، استهدف إرباك المشهد برمته وتحقيق الفوضى وزعزعة أمن عدن والمناطق المحررة. إذا أردنا أن نعرف من يقف وراء هذا الحادث فدعونا نسأل من المستفيد الأول من هذا العمل الإجرامي الجبان. ما تسمى على أيوة. صفحتها في الفيسبوك داعش يعني أصدرت تصريح بأنها هي من تبنت هذا الأمر. أترك هذا الأمر أمر داعش الآن، هذه كلها مغالطات. المستفيد من هذا الذي حصل هم أولئك الذين حملوا السلاح وانقلبوا على الشرعية وخرجوا لقتال الشعب اليمني. الغرض من هذه الجريمة أخي الكريم إرسال عدة رسائل. أولا للداخل بأنهم قادرون على الوصول إلى أعلى سلطة في المحافظة في العاصمة المؤقتة عدن. أيضا ثانيا استدعاء الخارج للتدخل كما هو حاصل في العراق وسوريا بحجة محاربة الإرهاب وداعش. ثالثا تحسين أوراق التفاوض في جنيف اثنين وهو ما أضطر بعضهم إلى التصريح بالتنصل عن التزامات بالقرارات الدولية وولا عدم تسليم السلاح. هذه هي الحقيقة. أما يقال عن داعش فهذه كلها واجهات مزورة للمغالطة. طيب بالنسبة للإجراءات أيوة عم. طيب ابقى معي سيد نبيل سأعود إليك، أعود إلى الصحفي شفيع لب فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية. ألا ترى أنها قرارات سريعة ويعني لم تأخذ وقتا طويلا؟ ما هل لها مبرر؟ يعني نحن متعودين أيضا أن قرارات رئيس الجمهورية تتأخر ليس قليلا بل كثيرا، لكن جاءت هذه القرارات الآن سريعة، هل لها علاقة بالوضع الأمني؟ شخصيا لا أرى فيها سرعة في هذه المرحلة. أنا شخصيا كنت أتوقعها أن تأتي بالأمس. لا تغيير محافظة. أنا كنت المحافظة تعيين محافظ جديد اليوم الآخر. أنا أتوقع أنها تأتي، كنت أتوقع أنها تأتي بالأمس كرد فعل استشهاده مباشرة، كرد فعل على هذه القوى الإجرامية التي أقدمت على اغتيال المحافظ. توصل رسالة أن نحن هنا وما زالت عمليات البناء وعملية التنمية وعملية تطهير المحافظات ما زالت مستمرة. هذه الرسالة، هذا المضمون أو الرسالة الأساسية التي نفهمها من خلال هذا القرارات الجمهورية التي صدرت هذا اليوم. الجزئية الأخرى أن القرارات أتت بشخصيتين قياديتين على رأس المقاومة الجنوبية، عيدروس الزبيدي وشلال علي شايع هادي. أعتقد أنها ستخلق حالة من الارتياح كما بدأت اليوم في أوساط المواطنين داخل عدن، لكن هذا بحد ذاته بكافة توجهاتهم، بكافة التوجهات الملموس إلى الآن لم تظهر أي حادثة اعتراض أو تعبير عن امتعاض عن هذه القرارات التي صدرت. فأقصد أن المهمة الآن المنوطة بالرجلين ليست سهلة. أيضا لا نكتفي كسلطة شرعية، لا نكتفي بمجرد إصدار القرار الجمهوري ونتركهم يواجهوا ما واجه الشهيد جعفر أو المحافظ الذي سبقه. إذا لابد من إيجاد العوامل الأساسية التي تسهم في نجاحهم في أداء مهامهم. في مقدمتها إيجاد موازنة تشغيلية للمحافظة، إعطاهم كافة الصلاحيات، عدم تدخل في مهامهم. التدخلات الفوقية هي التي تربك المشهد دائما. إذا لابد من إتاحة الفرصة أمام الرجلين للعمل في ظل حالة الالتفاف المجتمعي المتوقعة أمامهم. الناس يشعروا بحالة خطر. ثم أيضا لابد أن نفهم شيء آخر، إذا لم تسد كافة المنافذ أمام حالة الاختلالات الأمنية توقع أن يضربك خصمك في العمق. الحادثة التي حدثت قامت بها داعش كما تبنتها أو تيار آخر، لكن في النهاية في المحصلة النهائية المستفيد منها مباشرة هي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لن تتركنا في مأمن في المناطق المحررة. كما تقتل الناس في تعز وفي مأرب ستواصل مسيرتها لخلق حالة من الإرباك للمشهد السياسي داخل عدن وغيرها من المحافظات المحررة ولو مسميات أخرى. إذا لا يكفي أن نصدر بيانات تنديد ونندد ونوجه أصابع الاتهام لهم. يا أخواني هم هؤلاء الطرف الأساسي والطرف المستفيد من هذه العملية برمتها. هم الذين انقلبوا على القيم والأخلاقيات وكل يوم يقتلوا الشعب اليمني في كل المناطق. إذا لابد أيضا أن نقوم بدورنا الإيجابي، دورنا الحاسم لسد هذه المنافذ
والدرء المفاسد وقلق الفرص أمامهم حتى لا يستفيدوا منها. في العرف السياسي نقاط الضعف للخصم هي نقاط قوة للطرف الآخر يستفيد منها. صحيح. فلا تجعلوا نقاط الضعف تتراكم اليوم داخل جسد الشرعية وبالذات في المناطق المحررة. لابد من إجراءات حاسمة. لا نتوقف عند حد التصريحات وإصدار القرارات الجمهورية. لابد من الانتقال إلى العمل الميداني الجاد الذي يلمس منه المواطن أن هناك استشعار حقيقي بالمسؤولية لدى الشرعية ومن يمثلها. طيب اسمح لي هنا أرحب بالصحفي من عدن عبد الرقيب الهدياني. مرحبا بك سيد عبد الرقيب. اهلا وسهلا، تحية لك ولغيرك الاستاذ شفيع العبد. تحية لك تحية لكم جميعا وايضا لمشاهدينا. عبد الرقيب، فيما يتعلق بالقرارات التي وصلنا في حديثنا اليها والتي اشار الاستاذ شفيع العبد هنا بانه حتى الان هناك ايضا ربما ترحيب او ارتياح من هذه القرارات، كيف يمكن ان تخدم هذه القرارات الواقع الامني الصعب في عدن؟ بكل تأكيد كانت القرارات موفقة شعبيا، يعني هناك ترحيب واسع من قبل جميع فئة الشعب. معظم أغلب الأحزاب اصدرت بيانات حتى الآن. رمال الرجلين المعينين الأخ عبروس الزبيدي وشلال عيشاي من شعبية ومن مآثر بطولية خلال فترة عرف بس التي هنا التي اضطرت في جبهات القتال ومصر، لكن يبقى أمامهما الكثير من التحديات. التحدي الأول هو قوتهما على ملء الفراغ الأمني الحاصل في عدن نتيجة تفكك المقاومة وحكوماتها وقياداتها، قدرتهم على احتواء هذه أو هذا التنوع أو هذا التعدد، وأن لا يكون هناك تضارب أو صراع أو تفكك، وأن يكون نخبة واحدة في تدعيم أمن عدن واستقرارها واستقرار الأوضاع. قدرة الرجلين وهما قائدان عسكريان يعني حسناً في دلالات الإسلام، قدرتهم على التعامل مع الملف الإسلامي والملف الأمني الشعب وهو ملف معقد وشركة ثقيلة واقع يحتاج إلى جهود وإلى دعم. التحدي الثالث هو جهود مدى استعداد الشرعية والحرب. العذر على المقاطعة سيد عبد الرقيب، هناك رداءة في الصوت ربما يتم تضبيطه الآن. سأعود إليك سيد عبد الرقيب. أتي إلى القيادي في المقاومة نبيل الصانع. سيد نبيل، في النقطة اللي أشار إليها عبد الرقيب الهدياني كإحدى أو واحدة من التحديات التي تقف أمام السلطة المحلية الجديدة التي تم تعيينها اليوم في عدن، القدرة على احتواء مكونات المقاومة بمختلف توجهاتها وكذلك تمثيل أبناء المحافظة محافظة عدن بشكل كامل، كون أيضا الشخصين محسوبين على الحراك الجنوبي الذي له أيضا رؤية محددة. هل هذا التحدي أنتم أيضا في المقاومة تنظرون إليه كتحدي ويعني كيف تتعاملون معه؟ في البداية أنا ما سمعت بوضوح كلام الأخ عبد الرقيب، لكن نريد أن نؤكد أننا مع قرارات الأخ رئيس الجمهورية وقد كانت مناسبة وفي وقتها الصحيح. المطلوب أولا استدراك القصور الذي كان حاصل وتعزيز أدوات الأمن والاستقرار في المحافظة وترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية واستعادة تشغيلها وتجهيزها بالمعدات والرجال، ايضا تثبيت الاستقرار الحياتي للناس وتوفير الحد الادنى من الخدمات الضروريه المطلوبه للاستقرار. اما بالنسبه لموضوع الاخوين الذين تم اختيارهم قياده المحافظه في اهم مركزين المحافظ ومدير الامن، ايضا هم مثل ما اشرت يعني ينتمون الى الحراك الجنوبي، لكن المطلوب الآن أن يقوم بلملمة الصفوف واستيعاب كل الفصائل الموجودة أو كل المكونات
وكل الاتجاهات الموجودة في عدن. لا يستطيع جهة واحدة أن تقوم بكل المهام. يجب أن ندرك الأخوين، ونحن في المقاومة وفي تشكيلاتها المختلفة على استعداد أن نكون أدوات لمساعدتهم في تثبيت الأمن والاستقرار وإعادة الحياة وإعطاء الصورة الحقيقية لعدن، الذي هي عبارة عن مزيج من كل الفئات والأجناس والانتماءات العرقية وغيرها. فهذه المدينة مدينة كونية، يجب أن يدرك الأخوين هذا الموضوع ويحاولوا إشراك الجميع في أن يساهموا في الحفاظ على أمن عدن. طيب ابقى معي سيد نبيل، سأعود إليك سيد شفيع فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت. طبعا قبل أيام عاد يعني السيد شلال شائع وكذلك عيدروس الزبيدي، عادوا من الإمارات ولديهم زي معين يعني ربما أمنيا، ثم عادوا وتم اختيارهم الآن لهذه المناصب. هل هناك رابط، البعض يربط بين هذا وذاك، خصوصا ربما الصحفي ياسين التميمي الذي سيكون ضيفي بعد الفاصل أشار إلى هذه النقطة؟ ربما الكل لاحظ حكاية الزي الذي عاد به أو يرتديه عيدروس وشلال، أحدهما زي عسكري والآخر مدني، والمحلل المراقب للوهلة الأولى يعتقد بأن لدى كل واحد منهما مهمة تبدو تعبير عليها من خلال الزي. هذا أثناء العودة. فهذا يرتدي الزي العسكري، وكان هناك مهمة عسكرية معينة ستنوط بها في المستقبل، والآخر مهمة أمنية. جاءت حادثة استشهاد المحافظ اللواء جعفر محمد سعد، فوجدنا اللواء أو العميد عيدروس الزبيدي على رأس محافظة عدن، والشلال علي شايع هادي على رأس الجهاز الأمني في عدن. هذه ربما رؤية سطحية أعتقد من خلال الصورة التي ظهرت للشخصين أثناء عودتهما من الإمارات. القرار في النهاية سواء كانت تقف وراءها أطراف معينة أو شيء، هو قرار يمني صدر من قبل رأس السلطة الشرعية في اليمن رئيس الجمهورية، فبالتالي لابد أن نتعاطى معه كما 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 تم، ولابد أن نخلق حالة من التعاون والالتفاف حول الرجلين. ثم لابد أن نفهم شيء آخر، أن المهمة الأمنية ومهمة عدن اليوم لم تعد مهمة المحافظ ومدير الأمن في ظل وجود اعتبار عدن عاصمة مؤقتة. بما أن عدن عاصمة مؤقتة، إذن المهمة الرئيسية هي مهمة الرئيس هادي ومهمة نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح والحكومة، وما المحافظ ومدير الأمن إلا أدوات تنفيذية داخل المحافظة. إذن لابد أن الحكومة والرئيس هادي يقوموا بمهمتهم الأساسية، بحيث أنهم يبعثوا نموذج للمحافظات الأخرى حتى نستشعر نحن مثلا في المحافظات الأخرى التي تحررت أو المحافظات التي في طورها للتحرير، أن هناك في نموذج حقيقي موجود للدولة، لاستعادة الدولة التي كل القوى السياسية والمجتمعية في اليمن جعلت الهدف الأساسي لها في هذه المرحلة. لكن في النقطة اللي كنت أيضا قد أشرت إليها من, 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 من هذا القبيل، عودة أيضا القياديين من الإمارات وأيضا تعيينهم، يعني لا مشكلة في هذا، فقط أيضا هناك قرار جاء بتعيين سفير لليمن في الإمارات العربية المتحدة الدولة الشقيقة. هذا القرار أيضا البعض يرى أنه تأخر كثيرا ببقاء أحمد علي في منصبه ثم إقالته ثم ترك المجال شاغرا حتى تم يعني سدها الآن. فهل هناك ترابط بين هذه الثلاثة الأشياء، الزيارات والقرارات ونحوها، وكيف يمكن أن طبعا إذا ربطنا بجهود دولة الإمارات في عملية إعادة ترميم المدارس، إصلاح المستشفيات، أيضا حضورها القوي في عدن من ناحية الجنود والمعدات العسكرية ودعمها للمقاومة، كيف يمكن الربط بين هذا المشروع؟ أنا لا أستبعد في ظل الشراكة الحقيقية اللي موجودة، الشراكة العسكرية ما بين اليمن وقوات التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أن تكون هناك حالة من التشاور فيما يتعلق بالقرارات السياسية التي تهم مصلحة اليمن. وأنا أتحدث هنا عن تشاور وليس عن
الإملاءات. فالتشاور ربما يكون جزء من عمليات التحالف، منظومة التحالف العربي يخدم بما يخدم بالتأكيد بما يخدم كيفية استعادة الدولة واستعادة الشرعية داخل اليمن وتحرير بقية المناطق التي ما زالت خاضعة لحكم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وهذا هو الشيء المهم. طيب أعود إلى الصحفي عبد الرقيب الهدياني، أتمنى أن يكون الصوت معك واضح حتى نتمكن من سماعك بشكل أوضح. إذن الآن يعني المقاومة وأبناء المحافظة الجنوبية وبالتحديد أبناء عدن يعولون كثيرا على الدور المرتقب للقيادة الجديدة، خصوصا ربما أن مجلس أو قائد الأمن أو يعني مسؤول الأمن في عدن كان هذا المنصب ربما شاغرا خلال المرحلة الماضية، والآن تم سد هذا الفراغ. يعني أنت أيضا ترى أن الأمور خلال الأيام القادمة ستكون أفضل؟ أنا لا أدري، ربما أحتاج إلى أن أعيد بعض الكلام الذي أوردته وأقول أن تعيين عيدروس وشمال على رأس محافظة عدن أمامهما ثلاثة تحديات. التحدي الأول هو قدرة الرجلين على إدارة الملف الأمني والإداري والسلطة المحلية في عدن، خصوصا وأنهما قادمين من جبهات قتال، عيدروس قائد عسكري وشلال قائد عسكري، أبليا بلاء حسنا في جبهات القتال، قدم تضحيات كبيرة وفي جبهات الضالع، حقق أول انتصار على مستوى اليمن في هذه المحافظة، والآن تحول من قائدين عسكريين يقودان جبهات القتال إلى العمل العسكري والملف الأمني في محافظة فيها الكثير من الفراغ والتحديات والجماعات المتطرفة والأجرع المقنعة للإنقلابيين. إذن التحدي الأول هو قدرتهم على التكيف مع المهام الجديدة التي أمسكوا بها، والتحدي الآخر هو قدرة الرجلين على احتواء القيادات المقاومة الجنوبية المفككة في عدن المتعددة التي هي أكثر من رأس وأكثر من قائد، قدرتهم على احتواء هذا التنوع، هذا التعدد، هذا الخليط، وتحويل هذا الجمع إلى خدمة عدن، إلى ملء الفراغ، إلى أن يكون عامل بناء وأن لا يكون عامل صراع وعامل صداد يوجد الفراغ والصراع في عدن. التحدي الثالث هو قدرة مدى استعداد الشرعية ودول التحالف على خدمة على دعم محافظة عدن ومدير أمنه. بالأمس كان يتحدث وزير الداخلية ويتحدث عن وضع البنى التحتية في عدن بأنها غير مهيئة، بأن الحرب دمرتها، لا توجد هناك قدرات للشرط ولا تهيئة ولا إعداد حتى تقوم بمعاملة أمنية. فإذا ما ترك الملف الأمني بهذا الوضع فلا أعتقد أن شلال وأن عيدروس قادرين على أن يعمل شيئا. ما هل الشرعية مستعدة لأن تدعمهما؟ هل التحالف قد أعطاهما ضمانات لأن يعيد تأهيل البنى التحتية، وأقصد بها هنا الأجهزة الأمنية والشرط في عدن، حتى تكون قادرة على ملء هذا الفراغ، على مواجهة العصابات، على مواجهة الأجرع، لأن الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي يستهدفون عدن أكثر من غيرها، باعتبارها العاصمة، باعتبارها نواة الشرعية، باعتبارها منطلق الشرعية التي عادت، فستكون أكثر استهدافا وسيحاولون أن يفشلوا هذه الجهود. هذه التحديات. إذن وضحت الفكرة. سأعود إليك وستبقى معي. أنتقل إلى القيادي في المقاومة نبيل الصانع فيما يتعلق بجهود المحافظ السابق اللواء جعفر سعد في عملية استيعاب المقاومة الشعبية الجنوبية في إطار الجيش الوطني وإطار الدولة، وعمليات التوزيع التي قام بها وحصص المقاومة بناء على مديريات عدن. يعني هل ترى أنه الآن مطلوب من المحافظ الجديد أن يسير في نفس الإطار ويستكمل عملية الاستيعاب، وهل هناك أيضا تواصل قد بدأ في هذا الخصوص؟ أيها أخي، أقول يكون من نافذة القول الحديث عن هذا الموضوع هو استيعاب المقاومة
وتنفيذ قرار الرئيس باستيعاب المقاومه في الاجهزه الامنيه المختلفه العسكريه والامنيه. فالاجراءات اللي تمت حتى الان اجراءات بطيئه جدا، واشوف كل ما كان هذا التاخير لا يخدم عمليه يعني الضبط واستقرار وامن عدن والمناطق المحرره. فنرجو ان الاخوين او الاخ المحافظ الجديد عيدروس ان يسرع بهذا الملف وان يستوعب كل مكونات المقاومه، مثل ما اشار لك الاخ عبد الرغيب قبل قليل انه المقاومه في عدن هي عباره عن مكونات مختلفه رؤوس كثيره. وكان حاصل انه تم تجنيب او اهمال بعض من فصائل المقاومة التي شاركت ربما عن عمد أو ربما عن حسن نية لا ندري لا نقدر نحكم، لكن مطلوب استيعاب كل مكونات المقاومة والمقاومة الحقيقية، لأن المقاومة الحقيقية الجزء كبير منها توقف وبقى في بيته بعد أن رأى يعني صور من رؤوس جديدة للمقاومة لم يكن لها دور حقيقي في تحرير عدن، ولكن جاءت فيما بعد وأرادت أن تتصدر المشهد. أنا أقول لك يا أخي وأكد لك أن المقاومة الحقيقية التي حملت السلاح منذ البداية وحررت عدن لا زالت الآن تحمل السلاح، أو جزء كبير منها إلى الآن يحمل السلاح في جبهات القتال، في ذباب، في المخا، في الشريجة، في كرش، بينما تركت مجاميع لإدارة الفوضى داخل عدن والبعض يتسلق على المقاومة باسم المقاومة. هذا ملف مهم وخطير جدا على الأخ المحافظ الجديد أن يلتقط هذا الموضوع بسرعة ويحاول التواصل مع كل أطراف المقاومة وكل تشكيلاتها ومكوناتها ويسرعوا في دمجها داخل الأجهزة الأمنية وتنفيذ قرار الرئيس. شكرا جزيلا لك. الأمر ساعد في ترسيخ الأمن داخل المحافظة وسيشارك الجميع في حفظ الأمن، مثل ما قلت لك سابقا لا تستطيع بها لوحدها أن تقوم بكل يعني ما هو مطلوب. وصلت فكرتك سيد نبيل، أشكرك جزيل الشكر القيادي في المقاومة بعدن نبيل الصانع، شكرا جزيلا لك. سنخرج إلى فاصل قصير، ستتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الرقيب الهدياني الصحفي من عدن. أستاذ شفيع سنخرج إلى فاصل قصير من ثم نناقش هذه النقطة اللي أشار إليها نبيل الصانع فيما يتعلق بجنود وأفراد كانوا في المقاومة وشاركوا في تحرير مدينة عدن وهم الآن يتحركون ويواصلون مسيرتهم في عملية تحرير كثير من مناطق المحافظات الشمالية والجنوبية، هم الآن على حدود الشريجة، وأهمية أيضا احتواء الكل في إطار هذه المنظومة الجديدة. إذا مشاهدين الكرام سنخرج إلى فاصل قصير من ثم نعود ونستمع إلى الإجابة، قوموا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع الصحفي شفيع العبد الناشط السياسي وعضو مؤتمر الرياض. مرحبا بك سيد شفيع، وأرحب أيضا بعبد الرقيب الهدياني صحفي معنا من عدن. مرحبا سيد عبد الرقيب. سيد شفيع، فيما يتعلق بالنقطة اللي أشرت أنا إليها قبل الفاصل وهي أهمية احتواء المقاومة، وهناك من يؤكد على ضرورة احتواء المقاومة التي شاركت في تحرير مدينة عدن والتي الآن منطلقة سواء إلى لحج أو غيرها من الأماكن للمشاركة ومستمرة في عملية المشاركة، شار إلى أيضا وجود مجاميع متواجدة فقط في عدن وتصدر المشهد. مثل هذا الأمر لا يخلق نوع من الاستقرار إن تم تجاوز أي فصيل أو طرف، والكل يهدف إلى إحداث استقرار في هذه المدينة حتى تكون نموذج لبقية المدن. هو بطبيعة أي سلطة في العالم إنها لا تأتي إلا بأدواتها دائما،
ولا تأتي إلا بالذين تجد الأمان بالقرب منهم وبأنهم سيعملون على تنفيذ كل توجهاتها وأهدافها. لكن أتمنى على سلطة هادي ألا تتعامل وفق هذا المنظور مع المقاومة الجنوبية، ولا بد أن تتعامل مع المقاومة ككيان واحد دون تمييز، وتكون على مسافة واحدة من الجميع، وبالتالي لابد من استيعاب الكل. لا نكرر نفس الأخطاء التي كانت حاضرة أثناء عملية المقاومة، أثناء عملية المعارك العسكرية ضد ميليشيات الحوثي فيما يتعلق بالدعم العسكري الذي كان يأتي من قوات التحالف، حيث كان يأتي عبر أشخاص معينين، فنجدها المقاومة سين استلمت دعم عسكري ومواد غذائية وإلى آخره، بينما المقاومة صاد لم تحصل على شيء من هذا القبيل. إذن لابد أن نتجاوز هذه المرحلة بشكل إيجابي، وننطلق إلى التعامل مع الجميع على مسافة واحدة، ونعمل على ليس احتواء كما قلت أنت، ولما نعمل على استيعاب كل أطياف المقاومة، كل فصائلها ومكوناتها في إطار الأجهزة، في أي ترتيبات مستقبلية أكان في الأجهزة الأمنية يتم استيعابهم في بناء الأجهزة الأمنية الموجودة داخل مدينة عدن وغيرها من المناطق المحررة. لكن أعتقد أن العنوان الأبرز في هذه المرحلة هي محافظة عدن، على اعتبار أنها العاصمة المؤقتة ولما تمثله من ارتباط وجداني لكل اليمنيين عدن. فبالتالي لابد من استيعاب كل أفراد المقاومة في أجهزتها الأمنية، وإعادة بناء هذه الأجهزة الأمنية من خلال عناصر المقاومة ذات الكفاءة. لابد أن نعمل وفق معايير مهنية ذات الكفاءة والنزاهة والقدرة على العمل في هذا المجال. المقاومة أيضا ليس كلهم سيذهبون إلى الجانب الأمني والعسكري، هناك عناصر دخلت المقاومة، نعرف أن كل فئات المجتمع انخرطت في المقاومة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع، الأطباء، المعلمين، المحامين، المهندسين، الكل. من أراد أن يستمر نفسه ومن أراد أن يعود مواجهة ميليشيات الحوثي والمخلوع كانت هم مشترك للجميع، لكن للأسف الشديد أن هذا الهم المشترك لم يتحول إلى مشروع جامع للناس كلها. فنحن بحاجة في هذه المرحلة إلى المشروع الجامع الذي نستطيع من خلاله الكل يجد نفسه داخل هذا المشروع. لكن أنا مع الجزء التي ذكرها الأخ نبيل الصانع، أن هناك جزء كبير من أفراد المقاومة كان موجود داخل المعارك، لما رأى الأمور غير مواتية في اللحظات الأخيرة بعد عمليات الحسم لزموا بيوتهم، عندما رأوا أشخاص آخرين أتوا لكي يقطفوا ثمار الانتصار. هذا هناك أدوات معينة أتت لكي تقطف ثمرة انتصار المقاومة وتضحياتها، هذا سيخلق أزمة كبيرة، سيخلق أزمة أخرى ما بين أفراد المقاومة والشرعية تحديدا. إذا لابد من استيعاب الجميع، لابد من الوقوف على مسافة واحدة مع الجميع دون تمييز، بعيدا عن المعايير الأخرى. إذا أردنا إحلال الأمن فعلا، بعيدا عن المعايير السياسية والانتقائية، إذا أردنا أن نخلق حالة من الاستقرار الأمني داخل عدن وغيرها من المحافظات، لابد من التعامل مع الجميع وفق معايير مهنية. طيب اسمح لي هنا أشرك معي من تركيا المحلل السياسي ياسين التميمي. مرحبا بك سيد ياسين. مرحبا بك بضيفك الكريم وضيفك الكرام المشاهدين. نحن نرحب بك أيضا ياسين. فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت اليوم في إطار تطبيع الأوضاع، وأيضا كردة فعل على أو يعني رد سريع على يعني الجريمة التي ارتكبت في حق محافظة عدن، بأن ربما الشرعية تسعى إلى وضع يدها على الأمن في عدن وترتيبها، كان لديك أيضا تعليقك الخاص على صفحتك في الفيسبوك وأشرت إلى هذه النقطة، ما تعليقك على هذه القرارات وهذه الخطوة وفي أي اتجاه تصب؟ أنا أصني على الكلام الذي قاله ضيفك، وأرى أن التعيينات الأخيرة في محافظة عدن ومجلس أمن عدن يعني لم تخضع لدراسة أدية ولا تشيء بتوجه فعلا جاد نحو تطبيع الأوضاع وتأسيس دولة النظام والقانون دولة الشرعية الوطنية. فمن الواضح أن التعيينات الأخيرة هذه لبت رغبات طرف ما في التحالف ولم واضحين هنا، ونقول أن هؤلاء يمثلون إرادة الإمارات العربية المتحدة، حسنا ليكن ذلك، ولكن أين أولوية اليمنيين وأين أولوية عدن؟ ما نحتاجه اليوم هو أن طبعا في هذه النقطة يعني في هذه النقطة سيد ياسين القرار اتخذ من رئيس الجمهورية وهو قرار شرعي، ويعني ربما لا يستطيع أحد أن يقول أن هناك ضغوطات أو إملاءات من طرف خارجي. هو لا شك قرار شرعي، ولكنه أيضا
يعني لم يعكس أولويات اليمنيين أنفسهم. يعني مثلا لا مجال في مستقبل اليمن الجديد لإعادة تموضع الشلالية والاستباطات ومراكز النفوذ وإلى آخره، عدن تحتاج إلى 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 شخص يتمتع بالثقل السياسي والاجتماعي والأمني، ويمثل أيضا قاسما مشتركا لكل فرص العمل السياسي. يعني رجل يملأ هذا المكان ولا يمثل ولا يمثل مدرسة من المدارس. على كل حال هذه التعيينات كلما نتمنى أن يوفق القائمون عليها ويقومون بالدور المنوط بهم في خدمة عدن وفي استفادة الأوضاع في عدن وإعادة فرض السيطرة الأمنية الكاملة. وأتمنى أن لا يكون قد بقي عبر أمام كل الأفراد بما فيها التعارف العربي من الأنفاق. عدن تحتاج إلى مزيد من الأمن والاستقرار. عدن تحتاج في هذه المرحلة للتسريع بناء النموذج النجاح الذي ينبغي أن يستتبع عملية التحرير، لأنه الذي يحدث أن كل الأحداث التي شهدتها عدن سعت إلى إحباط هذا النموذج وإلى كبح بناء هذا النموذج، وعطلت إلى حد ما جهود بناء هذا النموذج النجاح. عدن كعاصمة مؤقتة تحتاج إلى فرصة لكي تنتعش وتستعيد أوضاعها الطبيعية وتشرع بعملية البناء وتأسيس نموذج الدولة الحقيقية، الدولة الفاعلة، دولة النظام والقانون، دولة التعايش، دولة الشرفة الوطنية. طيب هذا ما معي سأعود إليك. أنا أظل تفضل، تريد أن تقول شيء؟ لكن تقديرنا أن هذه القرارات أيضا لم تخضع للدراسة الكافية ولم تكن في سياق بناء شرفي. أعود إليك وأستكمل معك النقاش سيد ياسين. أتي إلى عبد الرقيب الهدياني صحفي من عدن. سيد عبد الرقيب، واضح من كلام أحد القيادات في المقاومة بعدن نبيل الصانع وربما أطراف أيضا سواء قيادات سياسية أو مقاوماتية تستشف من حديثهم أن هناك قلق أو تخوفات، يعني هل لها مبرر وكيف يمكن للقيادة الجديدة سواء المحافظ أو قائد الأمن أن يزيل هذه التخوفات، لأن أمن عدن وأمن المواطنين هو الأهم؟ بكل تأكيد جميعنا يتفق ونضع القضية الأمنية أو الفراغ الأمني أو الهاجس الأمني على رأس الأولويات التي تؤرق الجميع ويهتمون بها. ولذلك بالنظر إلى القرار الرئاسي الأخير نلاحظ أنه أتى بمحافظ بقرار المحافظ متلازم مع مدير الأمن، أي أن المشكلة التي أوجدت الكارثة أو الحدث الفادح باغتيال محافظ عدن السابق كان فراغا أمنيا. أتى المحافظ الجديد متلازم مع مدير أمن لكي يمنع هذا الفراغ. هناك نقطة جوهرية ومهمة أريد أن أشير إليها، أن المحافظ السابق أتى كان مستشارا لرئيس الجمهورية، وعندما بدأ بممارسة مهامه وأداء عمله اصطدم ببعض تشكيلات المقاومة، مرة يغلقون المجمع الحكومي، مرة يحاصرونه الشيخ عثمان، مرة يعترضون على قراره. الآن نحن أمام متغير آخر، أن المحافظ الجديد هو من أصل المقاومة، من داخل المقاومة، أي أنه يستطيع أن يتخذ القرار وأن ينفذ هذا القرار، لأن لديه جذور داخل المقاومة، لديه قوة داخل المقاومة، لا يستطيع أحد أن يزايد عليه. وبالتالي كذلك يقف إلى جانبه مدير الأمن وهما متلازمين. للتو عاد من الإمارات بعد رحلة استمرت لأشهر، وهناك تناغم في الأداء على ما تبدو الصورة، وهناك دعم إشارة إلى دعم من التحالف إلى هذه المرحلة القادمة التي يقف على رأسها عيدروس السبيدي وشلال علي شايع. نحن الآن ننتظر مدى استعداد المكونات الأخرى، القيادات الأخرى في شارع عدن، قيادات المقاومة. إلى الآن لم نسمع أي ترشيدات من هذه القيادات التي تقف على رأس المكونات، ترشيدهم، دعمهم، مؤازرتهم
للمحافظ الجديد ولجهود مدير الأمن في عدن عامل رئيسي لترتيب الأوضاع واستقرار الحال في عدن. إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الرقيب الهدياني، كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ شفيع العبد فيما يتعلق ب النقطة التي أشرت إليها مع حديثي مع عبد الرقيب الهدياني من توجسات عند أو قلق عند البعض، هل للتصريحات الإعلامية التي تم تداولها إعلاميا قديما لبعض هذه القيادات بما يتعلق بإيران وأي ارتباطات من هذا النوع، هل هو سبب لهذه التوجسات، وكيف يمكن للقيادة تبديدها، لأنها هي فعلا يعني عبارة عن تصريحات منتشرة ومتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المواقع؟ أعتقد الآن في هذه المرحلة يفترض على عيدروس الزبيدي كمحافظ لمحافظة عدن أن يتعامل مع الجميع بصفته محافظ وليس بصفته قائد في المقاومة. إذا استطاع أن يصل إلى هذه المرحلة وأن يستشعر أنه بات محافظ وبات الرجل الأول في عدن وأن مسؤوليته لا تقتصر على المقاومة الجنوبية أو على القضية الجنوبية في هذه المرحلة تحديداً بالمفهوم الذي كان يحمله عيدروس قبل تعيينه محافظ، يظل مقتنع يحمل قناعاته، لكن الآن يمثل أبناء المحافظة السياسي، الآن هو يمثل سلطة تنفيذية. أنت تمثل سلطة تنفيذية في هذه المرحلة، لابد أنك تتعامل مع الجميع، لك أراءك السياسية ولك مواقفك السياسية وتطلعاتك، لكن في النهاية أنت مسؤول على كل الطيف السياسي والمدني والمجتمعي داخل هذه المدينة. هل لهذا علاقة باستقالة مثلا المحافظ السابق نايف البكري من الإصلاح عند تعيينه؟ يعني تأتي في نفس الدور في نفس المشهد، كان يهدف إلى إرسال رسالة إنني لم أعد إصلاحيا اليوم وإنما أمثل محافظة عدن كامل. فعيدروس أمام هذه المرحلة، عيدروس يتبنى خطاب التحرير والاستغلال واستعادة دولة الجنوب، وهو الخطاب الذي يتبناه قالبية كبيرة جدا داخل الشارع الجنوبي. إذن عيدروس اليوم لابد أن يضع هذا داخل قناعاته الداخلية ما بينه وبين ذاته، لا يصرح به ولا يجعله معيار للتعامل مع كل أبناء المحافظة. إذن أنت اليوم الرجل الأول داخل محافظة عدن، كذلك هو شلال المسؤول الأمني داخل المحافظة، لابد أن نتعامل مع الكل، مع كل الطيف، بصرف النظر عن قناعاتهم وأراءهم السياسية وتوجهاتهم، اتفقنا أو اختلفنا معهم، لكن في هذه المرحلة أنت تمثل الجميع. إذا استطعت أن تصل إلى هذه القناعة وتوفر لك الدعم من السلطة التشريعية والسلطة الشرعية إضافة إلى دعم من قوات التحالف، تستطيع أن تصل إلى بر الأمان. إذا ظليت متقوقع بنفس الفكرة وجعلتها معيار للتعامل مع الجميع ومنطلق لاتخاذ قراراتك وتوجهاتك المستقبلية، سيكون الفشل حليفك، وهذا ما لا أتمناه لعيدروس وشلال في هذه المرحلة، لأن عدن وأبناء عدن لم يعدوا يحتملوا مزيدا من الفشل ومزيدا من الإخفاق ومزيدا من حالة الانفلات الأمني وتدهور الخدمات في كل مناحي الحياة داخل هذه المدينة. أتمنى لهم النجاح من كل قلبي، ونجاح لهم في هذه المرحلة هو نجاح لكل أبناء. صحيح، أبناء عدن، وهنا سيرحب الجميع وسيساهم الجميع وسيتعامل معهم الجميع. بالضبط. طيب سيد ياسين، يعني في إطار الوضع الأمني الشديد والمرحلة الصعبة التي تمر فيها البلد، يعني مطلوب من الجميع كما أشار السيد شفيع العبد أن يتعامل مع المشهد والأمر بمسؤولية. القياديين اللذين ذكرنا، سواء عيدروس الزبيدي القيادي في المقاومة الجنوبية وشلال شائع اليوم، أصبح على رأس السلطة المحلية، وبالتالي هما ضمن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في إطار الجمهورية اليمنية، ومن هنا تأتي أهمية دعم وإسناد يعني هذا الفريق من أجل إحلال الأمن في المحافظة. أنت مع هذه النقطة؟ نعم بالتأكيد، بس المهم أن القائد روس وشمال يمنان بقضية اسمها اليمن واستعادة الشرعية، ويؤمنون أيضا بأن الأحداث التي تدور في اليمن هي تدور ضمن إطار واضح ومحدد، وهو أن التحالف العربي تدخل تحت مظلة الجمهورية اليمنية وليس تحت مظلة جزء من الجمهورية اليمنية، وعليهم أن يتصرفوا في عدن باعتبارها عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية. كما قال الأستاذ شفيع العبد، عليهم أن يفرقوا ما بين قناعاتهم السياسية وما بين دورهم الآن في إطار هذه المرحلة وفي إطار الشرعية الدستورية التي أنا أعتقد أنها يعني تتركز حولها كل الأحداث وكل ما يدور اليوم، لأنه لا يمكن أن تتصرف كمسؤول وفي نفس الوقت تسعى
وتنفيذ أجندة تتناقض تماما مع المبادئ التي أنت تستمد منها مسؤولياتك. هذه هي الإشكالية الآن. وأنا أعتقد الإشكالية هذه لا ترتبط فقط بعيدروس أو غيره، وإنما تصبح في حالة صفان في مواقف من جانب المقاومة الجنوبية ومن جانب بعض أطراف التحالف. بعض أطراف التحالف تدعي أنها تحارب الحوثيين وتريد استعادة الدولة، لكن لها أهداف مختلفة ومضمرة، وهذه الأهداف ربما لها أولويات كسبت أولوية القضاء على الحوثيين وعلى المخلوع صالح. وهذا الذي هذا التفسير الوحيد لما نراه اليوم من تعثر في جبهات فعز وفي توقف شبه تام للمعارك التي كانت ترى أن تقدم أكثر وأكثر في ظل القلق الواضح والبادي في سكان القوى، والذي يحسب في الغالب لحساب القوات الحكومية ولحساب قوات التحالف. نعم ما نحتاجه في هذه النقطة نعم هو اليقين وهو الإيمان بأن هدفنا المشترك هو استعادة الدولة، دولة الجمهورية اليمنية، وإن كان لكل حادث حدث. أشكرك جزيل الشكر ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معي من تركيا، شكرا جزيلا لك. إذن الرؤى تتوافق بأنه لابد من دعم القيادة السياسية، قيادة السلطة المحلية اليوم لإحلال الأمن في محافظة عدن، في مدينة عدن بالتحديد، وأن الأعمال والتصرفات القادمة هي التي ستعكس طريقة التفكير أو طريقة التعامل، وبالتالي لابد من الدافع نحو إرساء مبدأ الأمن في هذا الإطار. اليوم هناك أحاديث سيد شفيع فيما يتعلق بأن المملكة العربية السعودية عازمة إلى إرسال قوات مكافحة الإرهاب إلى يعني محافظة عدن وللتعامل مع هذا الملف. هذا يأتي في إطار إسناد التحالف للوضع الأمني في عدن. العمل الآن يفترض أن يكون على مسارين، لا ننشغل بالانهيار الأمني الموجود فقط ونترك أيضا عملية تحرير المناطق الأخرى. لابد من الاستمرار في عملية تحرير المناطق الأخرى التي ما زالت خاضعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ونعمل أيضا على حضور الدولة في مختلف الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية في المناطق التي تحررت حتى اللحظة. لا نجعل بالتأكيد أن الحوثي والمخلوع صالح سيعملوا كل ما بوسعهم لضرب الشرعية في المناطق المحررة، لخلق عملية إرباكات في عدن، في أبيان، في شبوة، في الضالع، في لحق، في كل المناطق المحررة سيعملوا مزيدا من الإرباكات. ستظهر القاعدة، ستتمدد، ستظهر داعش وستتمدد أيضا، وستوجه كثير من الضربات. كلما تم ترك مساحات فارغة دون إيجاد أي حالة أمنية حقيقية ستظهر مزيدا من الاختلالات. إذن التحدي الآن والتحدي الرئيسي عدن هي النموذج، عدن هي نموذج للدولة اليمنية التي نطالب باستعادتها في هذه المرحلة. نحن كلنا الآن نعمل تحت مظلات استعادة الدولة. فيما يتعلق بالقضايا السياسية الأخرى هذا مصيرها عندما نصل إلى مرحلة استعادة الدولة. التحدي الأساسي الآن أمام قوات التحالف وأمام الشرعية اليمنية هي كيفية حضور الدولة داخل المناطق المحررة ومواصلة عملية تحرير المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي والمخلوع. طيب باختصار لأنه لم يبقى معي إلا نصف دقيقة، هل الإجراءات الآن التي قام بها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بعدن، تغيير محافظ عدن ومدير أمن عدن، هل هي كافية يعني لاستتباب الأمن في المدينة؟ هذا مرهون بمدى الصلاحيات المتوفرة لهم، مرهون أيضا بمدى حضور الدولة. أنا قلت لك سابقا أن المشكلة اليوم ليست مشكلة عيدروس وشلال محافظ ومدير أمن تقير وتأتي بالبديل. التحدي الأكبر الآن تحدي للشرعية بشكل كامل. شرعية هادي هي موجودة في عدن، شرعية هادي عدن هي العاصمة المؤقتة، أي نجاح أو إخفاق تتحمله الشرعية في هذه المرحلة ولا تتوقف عند إصدار القرارات الجمهورية والتعيينات. ثم أيضا لابد من التذكير بأنك لابد من العمل على إيجاد أدوات جديدة وأن تتوقف عن العمل بالأدوات القديمة. شكرا جزيلا لك الصحفي شفيع العبد، صحفي وناشط سياسي وعضو مؤتمر الرياض، شكرا جزيلا لك. أشكركم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على المتابعة، وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن، وأستودعكم الله.